بيعمل بيها الامتحانات المطربين اللي بيجوا لاول مره يقول لهم غنوا الاغنيه دي، اللي ما بغنيها يقول لهم امشي احفظها تعال تاني. عايز اقول حاجه، لو لاحظتوا كلكم انتوا فنانين انه بقدر ما عندنا كميه كبيره من الغنى للغزلان والريم والرشا والظبيان، الغنى في عالمنا العربي اللي بيغني في هذا المجال قليل جدا، بالذات الشام ووادي النيل مصر يعني، يعني الغنى المصري الغنى الشامي ما بتلقى فيه غنى كثير للغزلان، ربما لانه نحن هذا الوطن العظيم يجمع بين صفتين البداوه والحضاريه، يعني عندنا حضاره على النيل عمرها الاف السنين 7-8 ألف سنه، وعندنا باديه برضه ممتده، لو مشينا غرب ام درمان ندخل في باديه الغرب فهي باديه وفيها هذا الجو بتاع الباديه اللي فيه الغزلان واللي فيه الارايل واللي فيه الاشياء اللي بنشبهها، لكن ما ندر في الجزيره العربيه برضه في غنى للغزلان لانه في هذه المنطقه في برضه باديه، فالغنى للغزلان والريم والرشا لصيق بالباديه، والابيض باديه طبعا في منطقه تعتبر باديه ما فيها نهر، من عيونك يا غزالي غناها عثمان حسين، واحده من الاغنيات الجميله جدا. سمعنا ليها ولدنا الشريف مع مين؟ شموس. شموس عفة. يلا يا شموس انت وشريف. Thank you.
دي احترات تخيل ننسى هادية وليلنا هايلين. نرجع من الأبيض إلى أم درمان وعمنا عبيد عبد الرحمن غزال البر يا راحل حرام من بعدك الساحل. يعني شوف جمع بين الغزال بتاع البادية والساحل اللي هو ساحل البحر، لكن لأنه ده غزال مدينة برضو، ودي اتعملت عشان تتعمل في مسرحية صور العصر. أول ما غناها زنجار، وبعدين بعد المسرحية ما انتهت لحنها وغناها الحاج محمد أحمد سرور. لا يدري أحد إن كان لحن زنجار هو لحن سرور ولا لا، طبعا دي ما في حاجة مسجلة، لكن حنغنيها باللحن الشائع دلوقتي، ولا حيغنيه لينا ابننا نادر خضر. غزال البر يا راحل حرام من بعدك الساحل، غزال البر يا راحل حرام من بعدك الساحل. Yeah.